السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيف وعدت صديقة من صديقات الصفحة وتلميذة ديالي رائعة كان محتاجة لدرس ديال الاحتراقات، فوعدت أني غنقوم اليوم إن شاء الله بلايف باش نشرح لها الدرس ونستغلوه باش التلاميذ اللي عندهم مشكل في هذا الدرس أو اللي باقي ما قراوش يحضروا معنا إن شاء الله بحول الله، وحتى هما يستفدوا. كالله أن العدد بقي قليل، نتسنى يتزاد شوية العدد باش إن شاء الله نبدأ الشرح ديال الدرس. تقدروا تطرحوا الأسئلة ديالكم، تقدروا تفاعلوا، تقدروا أي سؤال عندكم بخصوص مادة الفيزياء أو الكيمياء طرحوه، وخاصة الأسئلة اللي عندهم علاقة بدرس الاحتراقات لي كومبوستيون. وكنفضل تقولوا لي نتوما اش من مستوى، واش كتقراو باللغه العربيه او لا بالفرنسيه، واش عربي او لا دولي. اذا نبدا على بركه الله. La combustion. Qu'est-ce que c'est qu'une combustion ? La combustion, c'est une réaction chimique. Donc, la combustion, c'est une réaction chimique. Et à chaque fois qu'on parle d'une réaction chimique, ça veut dire qu'on a des réactifs et des produits. Les réactifs, c'est les mutafa'ilat, ou les produits, c'est les nawatij. فاش كيكون عندي مثلا تفاعل احتراق ضروري غيكون عندي متفاعلين على الاقل. نبداو بالمثال الاول اللي عندكم في الدرس، فهو اللي هو مثال احتراق الفحم، لو شاربون. لو بروميير كومبوستيبل سي لو شاربون، والاحتراق في نظركم شنو كيلزم هذا الاحتراق؟ يلا تلاميذ تفاعلوا معايا، بعثوا ب دي كومونتير. اذا كان لو كومبوستيبل هو لو شاربون الفحم، فما هو لو كومبورون؟ يلا كنتسنى الميساجات ديالكم، كنتسنى التعليقات ديالكم. لو كومبورون هو ثنائي الاكسجين، لو ديوكسيد، اكسكوزيمو، ثنائي الاكسجين، لو ديوكسيجين. C'est le dioxygène. O2. Alors, je le dis, il y a deux atomes d'oxygène. C'est une molécule composée de deux atomes d'oxygène. Du coup, on l'appelle dioxygène. Et donc, في التفاعلات ديال الاحتراق اللي غادي نشوفو في هاد السنة ان شاء الله، او تفاعلات الاحتراق اون جينيرال، لو كومبورون هو ثنائي الاكسجين. اذا فهاد التفاعل واش ممكن يوقع؟ كناخذوا واحد القنينه وكنوضعوا فيها واحد الكميه معينه من ثنائي الاكسجين، يعني كنملؤها بثنائي الاكسجين. حنا ما عنديش نديروا التفاعل هنا في الهواء، حيت عارفين ان الهواء كيحتوي فقط على نسبه 20% او 21% من ثنائي الاكسجين. هنا غنديروا التفاعل في قنينه اللي كتحتوي على كميه كبيره من ثنائي الاكسجين، وهذه الكمية الكبيرة ملي غنوضعوها في القارورة غادي ناخدو الغطاء ديال القارورة بهذا الشكل مثلا، وكنوضعو فيه واحد القطعة ديال الفحم. هكذا هو الفحم شاربون. شنو غنديرو هذا الغطاء ديال القارورة؟ غادي نغلقو به القارورة هنا بطبيعة الحال، وعندي هنا لو شاربون. ولكن قبل ما نغلق راه هنا لو شاربون درت فيه النار لو فو. اذا اش غيوقع؟ غيوقع عندي تفاعل وغيكون فيه فرقعات، ماشي بحال التفاعل اللي كنشوف عاده في الهواء، ولكن هذا تفاعل وسط قنينه اللي كتحتوي على كميه مرتفعه من ثنائي الاكسجين. دونك اون اون كونتيتي ابوندونت، اون ان اكسي دو ديوكسيجين. دونك جو ليكري سي، دونك سي ان اكسي دو ديوكسيجين. ملي كيكون عندنا ان اكسي دو ديوكسيجين كيوقعو تفرقعات.
في نظركم امتى غادي توقف هذا التفاعل الكيميائي؟ يلا يلا لي كومونتير اليزي، شنو غيخلي التفاعل الكيميائي يتوقف؟ فالتفاعل الكيميائي غادي يتوقف في الوقت اللي غادي ينتهي عندي لو ديوكسيجين. دونك غير كينتهي هذا الاكسجين ما كيبقاش في وسط القنينه، كيتوقف التفاعل، لان التفاعل الكيميائي فيه دو رياكتيف، شاربون اي ديوكسيجين. السبب اللي يقدر يؤدي لتوقف التفاعل الكيميائي هو ان واحد من هاد المتفاعلين غيختفي، يا اما يختفي لو شاربون بكميه بكيفيه نهائيه، او يختفي ثنائي الاكسجين بكيفيه نهائيه. وعاده سي لو ديوكسيجين كي سو تيرمين كي سو كونسوم اون بروميي، اي دوكو لا رياكسيون سارت. الوغ السؤال اللي عاده كنلقاو هو اكتب معادله التفاعل الكيميائي، او ما هي او ما هو ناتج التفاعل الكيميائي. وعاده كيعطيو لكم على شكل جدول. دونك شنو كيكون عندنا في هذا الجدول؟ كيكون نعطي لكم على هذه الطريقه. دونك كومبستيون دو كاربون او لا كومبستيون دو شاربون، كنسميوه الفحم كنسميوه شاربون، ولكن هو راه كيحتوي على نسبه كبيره من الكربون، نسبه اللي كتفوق 80%. دونك لو كومبستيبل ديجا ذكرناه هو لو شاربون. Le comburant, c'est le dioxygène. Et le produit de cette réaction chimique, c'est le CO2, dioxyde de carbone. Donc, dioxyde de carbone. Thunaï oxyde de carbone. Il y a un peu de temps, mais je vais vous thunaï oxyde de carbone. جيد، كنلاحظ ان هناك تفاعلات. يلا هدى جيد، يلا دروكا بغيتكم تقول لي باش غنعرفوا ان حصلنا على ثنائي اكسيد الكربون في النواتج. كومون بو سافوار كون ان برودوي دو ديوكسيد دو كربون، اون ا اون سوليوشن كون بو يوتيزي بور ديتيكتي لا بريزونس دو ديوكسيد دو كربون. اليزي Oui, Huda, la combustion donne un... Qu'est-ce qu'il donne? J'arrive pas à lire le commentaire. Oui, la combustion donne des produits de la combustion. Alors, le produit de la combustion du carbone, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. هذا هو ناتج تفاعل الاحتراق. بغينا نعرفوا كيفاش يمكننا نتأكدوا أنه فعلا ثنائي أكسيد الكربون اللي حصلنا عليه. كنضيفوا واحد المحلول. يلا عطيوني اسم المحلول اللي كنضيفو باش نحددو وجود سي او 2. راه كنظن هاد التفاعل درتوه من الابتدائي، كنتو كديرو هاد التجربه اللي كتبينو فيها وجود ثنائي اكسيد الكربون. يلا 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 بسرعه كنتسنى الكومنتير ديالكم. والو انا غنعطيكم الاسم وتذكروه جيدا. دونك باش نعرفوا عندنا اولا باش نثبتوا وجود ثنائي اكسيد الكربون، كنضيفوا لهاد القنينه اللي كانت عندنا في البدايه. نقدروا نديروه من الاول، من الاول نوضعوا واحد الكميه معينه، هو اللون ديالو ماشي اخضر، اللون ديالو ترانسبارون. هنا انا درت اللون الاخضر باش نبين لكم العناصر اللي كيتواجدوا في القنينه. دونك كنضيفوا ماء الجير، لو دو شو، ماء الجير. الوغ لو دو شو اي كاركتيريزي بار ان اسبي ترانسبارون، يعني عنده مظهر شفاف، اللون ديالو شفاف بحال الماء. ولكن فاش كيوقع تفاعل بين ماء الجير وبين ثنائي اكسيد الكربون الناتج عن تفاعل الاحتراق، كيولي اللون ديالو ابيض. كنقولوا ان ماء الجير يسو تروبل، واضح؟ يسو تروبل يعني كيولي مخوط، كيولي مخلط، كيولي اللون ديالو ابيض، ما كيبقاش صافي، ما كيبقاش ترانسبارون. دونك ماء الجير هو اللي كنبينو به تواجد سي او 2 او لا تكون سي او 2 نتيجه تفاعل بين
الكربون وثنائي الاكسيد وثنائي الاكسجين. انتبهوا، الاخطاء اللي كيوقعوا فيها التلامذة هي فاش كيلقاو بحال هاد الجدول، كيطلب منهم الاستاذ يبينوا شنو هو الكومبوستيبل او الكومبيون، كي اللي كيمشي هنا كيدير لو فو، ما عمرني نكتب لو فو. علاش؟ لان لو فو غير محفز، سي جوست ان كاتاليزور، هي كيعاون هذاك التفاعل باش يبدا، ولكن هو ليس بمتفاعل، سو ني با ان رياكتيف بوندون سيت ترانسفورماسيون شيميك. واضح؟ دونك الا كان واضح، ما كانوش اسئله، نمروا للجزء الثاني من الدرس اللي هو احتراق البوتان. شنو هو البوتان؟ فين كنوجدوا البوتان؟ البوتان هو اللي كيتواجد في القنينات الغازيه اللي كنستعملوا في المنازل ديالنا، ولفنا نقول نسميوها البوتان، ولكن هذيك البوتان مناش جا الاسم ديالها. سو سون دي بوتاي دو بوتان، داكوغ؟ دونك باغ ان ابي دو لانكاج ولفنا نقولوا ليهم البوتان، القراط ولا البوتان، داكوغ؟ دونك سي اون بوتاي دو بوتان. الوغ شنو كنديروا في هاد التجربه؟ كناخذوا ان بيك بنزين، هاد لو بيك بنزين كيكون داير بحال هكا، داكوغ؟ هنا كيكون واحد بحال واحد الخاتم داير عليه كيتسمى اون فيغول. هاديك لا فيغول الدور ديالها هو تحدد لينا كميه الاكسجين اللي كتدخل هنا. بيان سور راه متصل، غير كيكونوا فيه بعض الثقوب اللي كيمكنوا ان ثنائي الاكسجين يدخل خلال تفاعل الاحتراق. وبيان سور هادي راه كتكون مرتبطه بواحد القنينه ديال بوتان. واضح؟ الوغ شنو كيوقع هنايا؟ كنربطو لو بيك بنزين اللي هو هذا، كنربطوه مع قنينه ديال البوتان. هاد لا فيغول كنحلوها باش تدخل هنا كميه وافره من لو ديوكسيجين او دو، وكنشعلو النار. كان دونك اون اليوم لو فو، اش كيوقع؟ الوغ كيبان ليا تكون لهب ازرق، الفو دو كولور بلو، لهب ازرق. الوغ هنا هادشي كامل خصو يتشرح. علاش؟ هنا سي اون فلام دو فو، سميها اون فلام دو فو بلو، داكوغ؟ سي اون فلام بلو. شنو كيوقع هنايا؟ اللي كيوقع هو ان البوتان كيتفاعل مع ثنائي الاكسجين. نعاود نذكرها، النار العافيه لو فو ليس بمتفاعل كيميائي، فهو فقط محفز للتفاعل الكيميائي. دونك شنو كيوقع؟ كيوقع تفاعل ما بين البوتان و ثنائي الاكسجين. الوغ نجيو نكتبو بحال كيف كتبنا توت الوغ، لو كومبوستيبل هو بوتان. بالنسبه للتلاميذ اللي كيدرسوا باللغه العربيه فالاسم ديالو هو البوتان. لو كومبورون دائما هو ثنائي الاكسجين او 2، و لي برودوي غادي نهضروا عليهم من بعد، ولكن نفسروا علاش عندنا اون فلام بلو. الوغ لا فلام بلو ناتجه على ان ثنائي الاكسجين موجود بوفره، دونك ان هنايا ان اكسي وفره. الوغ ملي كيكون عندي ثنائي الاكسجين بوفره، هذا الاحتراق كيتسمى احتراق كامل، سي اون كومبستيون كومبليت. دونك فين ما توفر عندي الاكسجين بوفره كنسميها اون كومبستيون كومبليت، احتراق كامل. جيد، متبين معايا؟ ما كاينش اسئله؟ اذا نتمي. فخلال الاحتراق الكامل نتذكر النواتج اللي كنحصل عليهم هما سي او 2 ديوكسيد دو كربون اي اتش 2 او. كيفاش يمكن لي نبين هادشي؟ فوق هاد لافلام اللي كتكون عندي هنا نقدر نجي نوضع مثلا واحد الكاس،
اش كان داك طلعت على داك الكاس؟ طلعت تكون قطرات من الماء. القطرات من الماء اللي كتكون فهي ناتجة على التفاعل ما بين البوتان و كيبانش مزيان، اكسكوزي مو، دونك ناتجة على التفاعل ما بين البوتان وثنائي الاكسجين والسي او 2. نقدروا نعاود ثاني نثبتوا الوجود ديالو بنفس التجربه السابقه، الا وهي اضافه ماء للجير. الوغ بار لاجو دو لو دو شو اون بو بروفي لا بريزونس دو سي او 2 اي لي غوتليت دو اش 2 او سون فيزيبل سون بيان فيزيبل او مومون دو لا رياكسيون شيميك. واضح؟ اذا نقدروا نكتبوا تفاعل كيميائي بهذه الطريقه. دونك عندنا بوتان بلس ديوكسيجين ça donne O plus dioxyde de carbone. Et rappelez-vous que le butane et le dioxygène, ce sont des réactifs. L'arabia mutafa'ilat. Alors que l'eau et le dioxyde de carbone sont des produits. نواتج بالنسبه للتلاميذ اللي دخلوا الدرس اللي تابع هذا وهو لي رياكسيون شيميك التفاعلات الكيميائيه، فراه غيكونوا بداو كيشوفوا النوع من الكتابات. دونك دائما على اليسار كنكتب لي رياكتيف، يعني العناصر الكيميائيه اللي كانوا متواجدين عندي في البدايه، اللي كانوا متواجدين في بدايه التفاعل الكيميائي. وعلى اليمين سنكتب لي برودوي، يعني العناصر اللي تكون من بعد التفاعل الكيميائي او خلال التفاعل الكيميائي. دونك واضح؟ ما كاينش سؤال بخصوص لا كومبوسيون كومبليت. فلا ما كان حتى تساؤل، نمروا لا كومبوسيون ان كومبليت. شنو كنديروا في لا كومبوسيون ان كومبليت؟ هاد لافيرول اللي تكلمت عليها في البدايه هادي كنسدوها، كتنزل. فملي كننزلوا هاد لافيرول او هاد الخاتم اللي كيكون عندنا هنا كننزلوه باش كنسدوا هاد الثقب هذا. راه الا لاحظتوا في الا عندكم مثلا البوطه الصغيره في الدار، فهذيك البوطه الصغيره. سلام استاذه، انا هدى، سمحوا لي بنقرا واحد الوغ هدى راه بدينا اللايف، سمحوا لي نجاوب واحد التلميذه. الوغ الوغ اكسكوزي مو نكمل، ما عرفتش واش كيبان لكم بوضوح شي ما بيناش. الوغ شنو كنت كنقول ان القنينه ديال الغاز اللي عندنا في المنازل هذيك الصغيره البوتاغاز الصغيره، فكتكون فيها كيكون فيها واحد الثقب في الاسفل، هذاك الثقب هو اللي كيمكن من وصول ثنائي الاكسجين خلال التفاعل الاحتراق، وكيكون عندي لهب ازرق. ولكن بعض المرات كيكون عندي اللهب اللون ديالو ماشي ازرق، اللون ديالو اصفر. وراه الامهات ديالنا راه كيردوا البال لهاد المساله، الا كان اللهب اصفر فبسرعه كتحاول تصلح هذاك المشكل اللي ما كيخليش لها اللهب يكون اصفر. لماذا؟ لان اولا مساله خطيره، غادي نعرف علاش خطيره انطلاقا من النواتج اللي غنحصلوا عليهم. استاذه راه يلاه دخلت، ممكن تعاودي تشرحي الدرس؟ هدى تعطلتي، ولكن نكمل هذه الفقره، نكمل الفقره ونرجع نعاود معك.
ما عرفش الاخوات اللي حاضرين معنا من الاول واش كيسمحوا بهذه المساله ولا لا، مي المهم غادي نحاول نشرح بعجاله ان شاء الله. شروق مرحبا بك، شكرا للتفاعل ديالك. اذا نتميم، كنت كنتكلم على اللهب الاصفر اللي كيبان بعض المرات في الفرن اللي عندنا في المطبخ. فهذاك اللهب الاصفر المشكل الاول انه كيكون درجه الحراره ديالو منخفضه مقارنه مع اللهب الازرق، يعني ما كيطيبش دغيا، ما كيطيبش مزيان اولا. ثانيا كيعطينا واحد الفحم، كيعطينا كحوله في الاواني المنزليه اللي كنكونوا كنطيبو بهم كيوليو كحلين. بيان سور الامهات ما كيتعجبهمش هذه المساله، ولا ولاو الاواني كحلين بغيت يتبعوهم المري، يعني غادي نرجعوا للدرس ما نخلطكمش الدرس. خلينا نكمل لكم هذه الفقره ومن بعد ندوز للفحم نشرحه لكم بوحدو. والمساله الثالثه هو ان النواتج اللي كينتجوا على الفحم او على اللهب الاصفر فهي نواتج جد خطيره وسامه الى فتنا حتى نشقناها. اذا نعود بالنسبه لهدى. الوغ هدى هنا تكلمت على لا كومبوستيون دو بوتان، احتراق البوتان. فباش نقومو بتجربه احتراق البوتان كناخذو ان بيك بنزين اللي هو هذا. هاد لوك بنزين فيه اون فيغول بحال واحد الخاتم، كنقدروا اما نطلعوه ولا نهبطوه باش نحددو كميه الاكسجين اللي غادي تدخل لينا باش تفاعل مع لو بوتان. ولو بوتان كنجيبوه من القنينه ديال البوتان، هي قنينه الغاز اللي كتكون بحال اللي كتكون عندنا في المنازل. دونك هذا كيتسمى ان بيك بنزين. كنقرب واحد الشراره ديال النار، شرط النار فهي ليست بمتفاعل، هي فقط حفاز، غير كتحفز ليا التفاعل. كيوقع تفاعل ما بين البوتان وثنائي الاكسجين وكيبان ليا هنايا تفاعل اللي هو احتراق. اذا السؤال اللي عاده كيطرحوا الاساتذه كيعطيوكم بحال هاد الجدول، كيطلبوا منكم تحددوا لو كومبوستيبل لو كومبورون اي لي برودوي. alors le combustible هو الماده الكيميائيه اللي كتحترق، فهاد الحاله هو البوتان. لو كومبورون هو المحرق، هو ثنائي الاكسجين. ولي برودوي فهاد الحاله هما سي او 2 و اش 2. علاش كنأكد على هاد الحاله؟ لان فهاد الحاله عندنا ثنائي الاكسجين بوفره، ان اكسيد دو اكسجين، دونك اون لابيل اون كومبوستيون كومبليت، احتراق كامل. عقلوا عليه، احتراق كامل هو الاحتراق اللي كيكون في حاله تواجد ثنائي الاكسجين بكميه هامه، يا اما في الهواء. احنا عرفنا ان في الهواء عندنا الاكسجين بنسبه 21%، اولا بحال التجربه اللي درنا في البدايه قنينه وكنملؤها بالاكسجين. سنعتذر. اذا الا طلبوا منكم تكتبوا التفاعل، فبما انكم باقي ما دخلتوش الدرس ديال التفاعلات الكيميائيه فكتبوا بهذه الطريقه: بوتان بلس اكسجين كي سون دي رياكتيف، متفاعلات كيعطينا، كندير واحد السهم وكيعطينا على اليمين لو بلس لو ديوكسيد دو كربون، الماء لو ديوكسيد دو كربون. بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا، فاذا طلب منكم الاستاذ كيف يمكن ابراز وجود ثنائي الاكسجين في او خلال تفاعل كيميائي، فنبرز وجود ثنائي الاكسجين ثنائي اكسيد الكربون بواسطه ماء الجير. لو دو شو permet de prouver la présence de CO2. D'accord ? Donc, c'est ça, c'est le début. Donc, ma'l-jir ou l'eau de chaud qui m'kna, il a oudahna hna. Enfin, l'eau de chaud a une couleur, n'a pas de couleur plutôt, c'est une solution transparente. Enfin, ou m'hloul, l'on dit l'eau, bhal l'on dit l'ma, transparent, chafaf. Ou avec une, khilal tafa'ul ma'at, on a l'oxyde de carbone qui ou l'on dit l'eau abiyad. On dit que l'eau de chaud se trouble en présence de CO2. Ça fait. Donc, c'est le réponse à la question de la question qui est très importante dans les examens ou dans les examens. C'est clair ? Il n'y a pas de questions ? Allez, je vous dis que vous êtes en train de faire un peu pour que nous puissions continuer. اذا نكمل. اذا فمن بعد ما شرحت لا كومبوستيون دو بوتان
la combustion complète. Maintenant, on va passer à la combustion incomplète. L'ihtiraq al-ghayr al-kamil. Excusez-moi. Alors, c'est toujours une combustion de butane, mais c'est une combustion. C'est une combustion. Alors, استاذ انا ما فهمتش النواتج اللي كاينه من بعد الاحتراق. Alors, النواتج اللي كاينه من بعد الاحتراق. اوكي سمحوا لي ما غاديش ندوز الاحتراق الغير كامل حتى نشرحوا هذه المساله. هذوك النواتج هما اللي خصك تعقل عليهم، هما النواتج اللي كيحصلوا اللي كنحصلوا عليهم من بعد تفاعل البوتان والاكسجين. باش نشرحوا لك خصك تكوني اولا من بعد هذا الدرس كاين درس اخر اللي هو درس التفاعلات الكيميائيه، وهذاك الدرس كيمكن اننا نفهموا بشكل جيد هاد النواتج من كيجيو. يمكن لي نستبق الاحداث بما ان الدرس مبرمج في المستوى ديالكم، وبما انه هو الدرس الموالي ان شاء الله، فيمكن لي نستبق الاحداث ونشرح لك، فهي الوسيله كتبان لي مناسبه اني نشرح لك النواتج. دونك البوتان خصنا نكونوا عارفين الصيغه الكيميائيه ديال البوتان. هداني تنتهي البارح صوبتي واحد التمرين كان فيه البروبان. البروبان كيكون فيه 3 ذرات ديال الكربون، البوتان كيكون فيه 4 ديال الذرات الكربون. الوغ البارح شتي البروبان اللي هو C3H8، هذا سابيل لو بروبان. الصيغة الكيميائية ديال البوتان هي C4H10. سي سا. الوغ غنستعملوها باش نشرحوا هاد المتفاعلات وهاد النواتج اللي عندنا. دونك لو بوتان دو فورمول شيميك C4H10 va réagir avec le dioxygène. دونك دائما قبل السهم كيكون عندي المتفاعلات هما اللي كيتفاعلوا خلال الاحتراق. اشنو كيوقع؟ كيوقع ان الكربون الهيدروجين والاكسجين كيتفاعلوا خلال تفاعل كيميائي. خذي المساله هكا، ما تحاوليش تعمقي فيها اكثر، ما تحاوليش تقلبي على اسئله اكثر من هكا باش نبقاو في المستوى ديالكم. واضح؟ حيت ممكن نجاوبك ولكن غادي نمشيو للمستويات كبر من داكشي اللي كبر من داكشي اللي خصكم تعرف. واضح؟ دونك في المستوى ديال الثاني اعدادي نكتفيو بهذا التفسير. هذا C4H10+O2 كتعطينا كوم برودوي H2O+CO2. اللي خصني نعرف هو ان خلال التفاعل الكيميائي كيوقع عندي انخفاض النوع والعدد. ما معنى النوع؟ يعني نفس الذرات اللي كانوا كالكربون غنحصل على الكربون في النواتج، كالهيدروجين غنلقى الهيدروجين في النواتج، كالاكسجين غنلقى الاكسجين في النواتج. يعني هاد الجزيئات اللي كانوا هنا وقع بيناتهم تفاعل وتغير نوع الجزيئات، ولكن ما تغيرش نوع الذرات ولا العدد ديالهم. يقدروا يكونوا مهتمين باش يكون تفاعل. سمحوا لي نقرا واحد الكومونتير. شكرا اكرام. فعلا بارطاجيو اللايف جروبات اللي يقدروا يكونوا مهتمين باش يكون تفاعل اكثر. سمحوا لي نثبت هاد الكومونتير لانه كومونتير مهم. فعلا ما نكونوش انانيين، نبارطاجيو اللايف مع جروبات اخرين اللي يقدروا يكونوا فيهم تلاميذ اللي عندهم نفس المشكل وما قادرينش يفهموه، ما كاينش اللي يشرح لهم. نتوقف واحد جوج ديال الدقائق ولا اقل، نتسناكم تبارطاجيو اللايف في جروبات اخرى ونكمل الشرح. يلا شكرا اكرام على الاقتراح ديالك، شكرا بزاف على التفاعل ديالك. يلا خذوا وقت بارطاجيو اللايف باش نكملوا. عليزي شحال عندنا؟ العدد قليل بزاف. عليزي فو بارطاجي.
شكرا. هدى كتقول لي انا شاركتهم مع جميع المجموعات اللي عندي. واخا عاودوا فكروهم، يمكن شاركتيه معاهم قبل ما يبدا اللايف. دونك دروك اللي حنا خدامين نتسنى يلتحقوا بينا شي تلاميذ اخرين باش نقدروا نكملوا ان شاء الله. خمسة دقائق كثيرة هدى، ولكن ماشي مشكل، نتسناو. يلا نتسناو يلتحقوا بينا كلام اخرين باش تعمل فائدة على الجميع. هشام الطلبي، في المرة المقبلة حاول يا استاذة استعمال السبورة لانه يسهل لك العمل بكل اريحية وكل وضوح، تقبلي مروري. بالعكس، مرحبا سي هشام، شكرا بزاف على التفاعل ديالك وشكرا على النصيحة ديالك. فحقيقة ما كانش اللايف مبرمج، فقط نزول عن طلب تلميذة هدى عندها غدا ان شاء الله امتحان في هذا الدرس، وطلبتني ندير اللايف وفكرت نديرو بهذه الطريقة هذه. وخا السبورة كيبقى فيها مشكل ديال اني غنبان، انا وانا ما كنحبش جات المساله ديال اني نبان في لي لايف. الوغ استاذه، ما كاينش دروس ديال الاولى اعدادي؟ نديرو دروس ديال الاولى اعدادي، قول لي شنو هما الدروس اللي محتاج ونشرحهم ان شاء الله، ما كاين حتى مشكل. دونك نستغل الوقت نقرا فيه لي كومونتير. هشام كتب لي شنو هما دروس السنه الاولى اللي عندك فيهم مشكل او اللي محتاج. سينو راه كاينين دروس اللي متواجدين في لاشين يوتيوب، تقدر تطالع على لاشين يوتيوب، فعندها نفس الاسم ديال القناه ابسيلون فيزيك. استاذه راه صيفطوا لهم بما التحقوا بينا، واش ممكن تعاودي تشرحي لي هذاك الشيء اللي درتي من قبل ما يدخلوا؟ اوكي، نعاودوا نشرحوا هذاك الشيء اللي درناه في البدايه. بقى كيبان لي العدد ما تغيرش. الوغ هشام طالبي، كنتسناك تعطيني شنو هما الدروس اللي محتاج ان شاء الله في الدوره بالنسبه للمستوى ديال الاولى اعدادي، باش الا كانوا في القناه راه غادي نصيفط لك الرابط ديال القناه، او يمكن تقلب عليها في يوتيوب ابسيلون فيزيك. الا ما كانوش في القناه غادي نشرحهم لك يا اما على شكل لايف او لا على شكل دروس مصوره بشكل جيد ونوضعها في القناه. يلا هدى، نرجعوا للفقره الاولى من الدرس. Donc, la première partie de la leçon concerne la combustion du charbon.
Mais avant de parler de la combustion du charbon, juste pour faire la différence, le charbon provient des arbres. Donc, c'est une matière naturelle qui contient un grand pourcentage de carbone. D'accord? Pour faire la différence. Le charbon en arabe, ou le fahm. Ou le fahm, il y a une nisba muhimma min le carbone. بارك الله فيك سي هشام، مرحبا. واذا كان عند الابنه ديالك اي استفسارات او لا دروس اللي ما فهمهمش، خليهم ليا في تعليق او لا في رساله على الخاص، وغادي نقوم باللازم ان شاء الله باش نكون عند حسن ظنكم. مرحبا وشكرا جزيلا على الاهتمام ديالك. اذا نرجعوا لا ديفيرونس انتر لا كوم انتر لو كاربون اي لو شاربون. دونك لو شاربون هو الفحم وكيحتوي على نسبه كبيره من لو كاربون. Parler de la combustion du charbon, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une combustion. Une combustion, c'est une réaction chimique qui demande deux éléments. Le premier élément, c'est le combustible. Le deuxième élément est le comburant. En général, le comburant utilisé, il y a un seul qui s'est fait le dioxygène. Il y a imma le dioxygène qui est présent dans l'air, ou le dioxygène. قنينات لي قنينات لي ديوكسيجين سي لا اون يوتيليز سوفون لو ديوكسيجين دو لير حيتاش موجود و بدون اي تكلفه. لو كومبورون هو العنصر اللي كيحترق في هذه الحاله هو لو شاربون. هدى تبع معايا، واضح فهمتي؟ دونك كونت il s'agit d'une combustion de charbon, on va utiliser la réaction chimique comme suit. Donc, un flacon dans lequel on peut mettre au préalable de l'eau de chaud d'aspect transparent. Donc, on doit faire l'eau de chaud, l'aspect de l'eau, le chèque de l'eau transparent, le chèque de l'eau. Donc, le bouchon du flacon, on met une tige sur laquelle on fixe du charbon. Voilà. Donc, le retard de la canine, quand on doit faire un smar ou la chose qui est un type de charbon, quand je fais la fia, ou quand je fais la canine, ou quand je كنلاحظ ان باردون نسيت ما قلت ان هاد القنينه كانت كتحتوي على ان اكسيد دو ديوكسيجين، يعني فيها نسبه كبيره من ثنائي الاكسجين. شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان التفاعل كيوقع على شكل شرارات، يعني ماشي التفاعل اللي كنعرف احتراق عادي، ولكن احتراق ومعاه شرارات، دي زيتانسيل دو فو. لي زيتانسيل دو فو اون بوريجين لاكسيد دو ديوكسيجين، يعني انه هذاك الاكسجين اللي متواجد بوفره هو اللي أدى إلى تكون شرارات من النار. واضح؟ إذن أشنو كيبدا يوقع لهاد لودوشو اللي كان ترانسبارون؟ كيولي كيبياض. On dit que le dosho se trouble en présence de CO2. جيد؟ إذن كيبقى التفاعل إلى أن ينتهي أكسجين متواجد بقنينة. Quand l'excès de dioxygène ou quand le dioxygène est totalement consommé, la réaction chimique s'arrête. Donc, la réaction ou la combustion, s'arrête quand le dioxygène est totalement consommé. Voilà. Donc, تفاعل الاحتراق يتوقف عند استهلاك الاكسجين بكميه او لا بكيفيه كليه. وتمام. نرجع للجدول اللي قلت انه كيتوضع عاده في الاسئله. كيطلبوا منا نحددوا لو كومبستيبل لو كومبورون اي لو برودوي. الوغ تذكري معايا وتذكروا معايا مزيان، فاش كيكون عندي ان سول كومبستيبل اللي هو لو شاربون، ان سول كومبورون اللي هو لو ديوكسيجين،
عندي هنايا ان سول برودوي اللي هو لو سي او 2 ديوكسيد دو كربون. دونك علاش؟ حيت المتفاعل الوحيد اللي كان عندي هنا هو باردون ماشي المتفاعل الوحيد المتفاعلين اللي كانوا عندي هما شاربون و ديوكسيجين، ولكن هنا الذره الوحيده اللي كيحتوي عليها هي ذره الكربون اللي كتفاعل خلال الاحتراق. دونك سي مع الكربون مع الديوكسيجين كيعطينا سي او 2. صافي هنا واضح، كنظن هنا ما عندكش مشكل انك تذكري النواتج، واضح. نرجع الفقره اللي كنا فيها قبل. جيد، دونك شنو قلنا هنايا؟ عندي لو بوتان دو فورمول شيميك C4H10 بلس لو ديوكسيجين O2، ce sont des réactifs qui réagissent ensemble, qui تفاعلوا فيما بينهم، كيعطيوني دو برودوي H2O الماء بلس CO2 لو ديوكسيد دو كربون. سي بون سي كلير. دونك شنو قلت لكم في البدايه؟ خلال اي تفاعل كيميائي هناك انحفاض للنوع والعدد. انحفاض النوع يعني نفس الذرات اللي كانوا كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين، وانحفاض العدد يعني نفس العدد الذرات. وهنا كيخصنا نقومو بما يسمى بتوازن او موازنه معادله كيميائيه، اكيليبري اون ايكواسيون شيميك. دونك ريغاردي، اون ا 4 اتوم دو كربون، alors qu'ici on a qu'un seul atome. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par le nombre 4. جيد، شحال ولا عندي؟ 4 ذرات الكربون، 4 ذرات الكربون. إذن الكربون نحافظ من حيث العدد ومن حيث النوع. من بعد الهيدروجين، عندي هنا 10 ديال الذرات الهيدروجين، الوغ كهنا عندي وحده، باردون عندي جوج، الوغ H2 يعني ذرتين من الاكسجين. شنو غنديروا لهاد جوج باش تولي كتساوي 10؟ فشحال نقدروا نضربوا جوج باش تساوي لنا 10؟ اليزي يلا اللي متبع يجاوب معايا. اش كنديروا 10 مقسمه على جوج شحال كتساوي؟ يلا واش خاصني نضرب ذرات الهيدروجين قسموا 10 على جوج شحال كتساوي؟ عشرة مقسمة على جوج أليزي، عشرة مقسمة على جوج شحال كتساوي؟ كتقلبوا على كالكولاتريس باش تحسبوا عشرة مقسمة على جوج. يلا هدى مزيان. دونك عندي هنا 10 ذرات من الهيدروجين وهنا ذرتين من الهيدروجين، دونك شنو كنديروا؟ 10 مقسمة على جوج هي 5، كنضربوا هنا في 5. لاحظوا ان الهيدروجين حتى هو مصبح متوازن من حيث العدد ومن حيث النوع. دونك 5 في 2 10، وهنا عندي 10. الكربون 4 4. فاش بقى عندي المشكل؟ بقى عندي المشكل في الاكسجين. انا عندي 1 في 5 هي 5، كتبعنا صغيره، زائد 4 في 2 هي 4 في 2 هي 5 زائد 8 شحال كتساوي؟ كتساوي 13. شنو خصني نمشي ندير هنا؟ نمشي نضرب في 13 ونقسم على جوج، هنا ديجا عندي جوج، واضح. دونك شحال ولا عندي العدد؟ 4 4 4 الكربون 4 الكربون، 10 الهيدروجين 5 في 2 هي 10 الهيدروجين، 13 على جوج مضروبه في جوج كنخلص بجوج مع جوج وغتبقى 13. 13 ذرات الاكسجين، وهنا 5 زائد 8 هي 13. جيد مزيان هدى، متبع معايا مفهوم؟ ولكن هاد الاعداد اللي كيكونوا هنا كيتسموا معاملات تناسبيه. هاد المعاملات التناسبيه خصها تكون صحيحه طبيعيه طبيعية. دونك غتقولي هي مزيان صحة طبيعية، هنا راه عندنا 4 صحي طبيعي، 5 عدد صحي طبيعي. فاش كاين المشكل؟ كاين المشكل في 13 على 2،
13 على 2 ليس بعدد صحيح طبيعي. اش كنجيو نديرو؟ كنضربو كلشي في نفس العدد. شحال العدد اللي غنضربو فيه كلشي باش نقدرو يولي عندنا كلشي عدد صحيح طبيعي؟ يلا خصنا نحيدو هاد 2 اللي كاينين هنا في المقام. فاش غنضربو المعادلة كلها؟ غنضربو المعادلة كلها في 2. دونك إذا ضربنا كلشي في 2 اش غيبقى؟ غتختزل هاد 2 مع هادي وغيولي عندي هنايا عدد صحيح طبيعي، وبيان سور غنضربو كلشي في 2. نعاود نكتب المعادلة الكيميائية. إذا اش غيولي عندي؟ 2 مضروبة في سي 4 اش 10 زائد 2 ضربناها في 13 على 2 تختزل على 2 بقات عندنا ما كيبانش. شنو اللي ما كيبانش؟ انا خدامة على هاد المعادلة هادي ضربتها في 2 باش نحيد هاد العدد اللي عندي هنا في المقام، والمعادلة الثانية هي هادي. فانا كيبان ليا قولوا لي فاش كاين المشكل، ما عرفتش اشنو اللي ما كيبانش. المهم هاد المعادلتين هما اللي خدامين عليهم، ها الاولى ها الثانيه. هاد المعادله البدئيه ضربنا كل شيء في 2 باش نحصلوا على معامل تناسبي صحيح طبيعي، ونختزلوا هاد الاثنين اللي كاينه في المقام. صافي نكمل. اذا 13 او 2 كتعطينا 5 فوا 2 سي 10، دونك 10 موليكول H2O plus 2 fois 4 ça fait 8 molécules de CO2. C'est bon? Donc les réactifs, les produits. العموم هذه المعادله غالبا ما كيطلبوهاش الاساتذه لانكم باقي ما تعمقتوش مزيان في الدرس ديال التفاعلات الكيميائيه. اللي خصني نعقل عليه كو لور دون كومبستيون كومبليت احتراق كامل في النواتج هي الماء وثنائي اكسيد الكربون. لور دون كومبستيون كومبليت لي برودوي سون لو بلس دي اكسجين سي تو سكيل فو روتينير. سي بون. اخر فقره من الدرس هي الاحتراق غير الكامل. دونك باش نفهم الاحتراق الغير كامل غنرجع لهذاك لو بيك بنزين كون اكسبيكي او ديبي. دونك لو بيك بنزين كونتيان اون فيرول كي بيرمي دو ريغلي لا كونتيتي دو اوكسيجين كي رونتر لور دو لا كومبستيون. يعني هاد لو بيك بنزين فيه واحد الخاتم اللي كيمكنني اني نتحكم كمية ثنائي الأكسجين اللي كتدخل لهاد لو بيك بنزين، وكيوقع تفاعل الاحتراق ما بين ثنائي الأكسجين والبيوتان. دونك في الأول فاش كان عندي احتراق كامل قلنا أن لا فلام إيتي بلو، والاحتراق نتج عليه سي أو دو و أش دو زو. مانتونو فا باسي أن أوتخ تيب دو كومبستيون سي لا كومبستيون إنكومبليت. Donc, combustion, excusez-moi, incomplète. Yani, qui connaît un manque de O2. Yani, كمية ثنائي الأكسجين قليلة. كيفاش راح كنحصل على كمية ثنائي الأكسجين قليلة؟ فهداك لو بيك بنزين، هذاك الثقب اللي كيكون فيه هنا، كنسدو بهاديك لافيغول باش ما بقاش كيدخل الأكسجين. بيان سور راه مرتبط بقنينة من الغاز. دونك اش كنلاحظ؟ كنلاحظ ان لا فلام اللي كتكون سي اون فلام دو كولور جون. الوغ لا فلام دو كولور جون
D'abord est caractérisé par un degré de chaleur inférieur à la flamme bleue, يعني درجة الحرارة في هذاك اللهب الأصفر أقل من درجة الحرارة في اللهب الأزرق أولا. ثانيا كيعطينا دخان أسود. وثالثا هذاك الدخان الأسود جد سام وجد مضر بصحة الإنسان. نعطيكم حالة أخرى اللي يمكن نحصل فيها على احتراق غير تام أو غير كامل، فمن غير مثلا أن هذاك الموقد ديال موقد البنزين كيكون مغلق، مثلا كتكون عندنا الى لاحظتوا مثلا هذوك الفرنوات اللي كيكونوا عندنا في البوطه كيكونوا فيهم لي سيركل كيكونوا عندهم دي غايون ديفيرون. هذاك الفرن كيكون واحد صغير، كيكون واحد كبير، كيكون واحد مويان. فالسبب ان كيكون عندي هذه الاشكال المختلفه هو ان كل نوع كيخصني نوضع فيه اناء خاص به او الاناء اللي عنده تقريبا نفس الشعاع. فمن كنوضع انا واحد الاناء اللي عنده شعاع كبير مقارنه مع الشعاع ديال الفرن، اش كيوقع؟ كيوقع ان كميه الاكسجين ما كتبقاش كتوصل بشكل جيد. اولا مثلا فاش كتكون البوطه الصغيره اللي عندنا في المنازل ما كيوصلهاش الاكسجين بشكل جيد، كنلاحظوا تكون لهب اصفر. كيف قلت لكم اللهب الاصفر كيكحل الاواني المنزليه حيتاش كيعطينا الحموم، كنسميوه الحموم، فهو الفحم يعني الكربون. تذكروا معايا شنو كتكون؟ كتكون الحموم الفحم الكربون، دونك هذاك عباره عن ناتج. وكيتكون غاز سام اللي ممكنليناش نشوفوه، ممكنليناش اون بو با لو ديتيكتي، ممكنليناش نشوفوه، ممكنليناش حتى نشموه، حتى الا شميناه ما كنعرفوش، ما عندوش رائحه، ما عندوش لون، ما كنعرفوش. فلهذا الناس مثلا دابا فتره البرد هذه الناس اللي كي عندهم الفكره انهم كيستخدموا كيديروا مجمر فيه العافيه مثلا كيدخلوه معهم للغرفه بهدف انهم يسخنوا، ففهاد الحاله ما خصهمش يسدوا الباب او ما يسدوش النافذه باش يبقى الاكسجين داير في الغرفه. الا فاتوا حتى سدوا الغرفه اشنو كيوقع؟ كيوقع ان اللهب اللي كاين في الغرفه غيستهلك كميه الاكسجين اللي متواجده وغيخلينا حنا بلاش، يعني غيؤدي الى ان هذاك السيد غيوقع عليه اون اسفيكسي، غيبدا كيشم غير داك السي او 2 السي او اللي كينجو على الاحتراق وما غيلقاش الاكسجين اللي يستنشق، ويقدر يدي الموت ديالو الى ما تمش تدخل في الوقت اللازم. واضح؟ دونك نكمل. اون كومبوسيون انكومبليت اريف او لا سو باس اون مانك دو ديوكسيجين، يعني كميه الاكسجين قليله. اذا بنفس الطريقه المتفاعلات لو كومبوستيبل هو البوتان، لو كومبوران هو لو ديوكسيجين. هنا خصني نعقل على النواتج. النواتج اللي ديجا كانوا عندي خلال التفاعل او خلال الاحتراق الكامل كيبقاو نفسهم سي او 2 ديوكسيد دو كربون اي اتش 2 او، هادو ما فيهمش ما كيتغيروش كسا سوا اون كومبوستيون كومبليت ولا انكومبليت كيبقاو نفسهم. اجا دابا ملي كتكون عندي اون كومبوستيون انكومبليت كيتزادوني دو زوتر برودوي اللي هما سي او سام وقاتل بلوس لو كربون، هو هذاك اللي كيبان ليا على شكل فحم اللي كيبقى في الاواني ملي كيكون عندي اللهب الاصفر. واضح؟ دونك هادو اون ازابيل برودوي جون كومبوستيون انكومبليت، احتراق غير كامل. هادو هما النواتج ديالو. واضح؟ فبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس. نخلي واحد 5 دقائق إلا كان عندكم تساؤلات. سينو كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم على لي كومونتير، وننتظر أسئلة ديالكم أو لا دروس أخرى اللي محتاجين أني نشرحها. وما تبخلوش عليا بالتعليقات وبالتفاعلات ديالكم، وشكرا. ألوغ أنا كنتظر الأسئلة ديالكم. مرحبا.
مرحبا هدى، مرحبا. كنتمنى تكوني فهمتي ويكون الشرح واضح. مرحبا إكرام، مرحبا وشكرا بزاف على التفاعل ديالك وعلى الاقتراحات ديالك. بيان سور نصيفطهم لك في الواتساب، انا نسالي ان شاء الله نصورهم ونصيفطهم لك في الواتساب، ونصيفطهم لك في الواتساب مع الترتيب، نرقمهم 1 2 3 باش تقدري انك تتبعي فيهم مزيان. حتى انتم جزاكم الله خير على التفاعل ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، شكرا بزاف. دونك يبان لي بقيتي غير هدى، هدى نكمل انا وياك في الواتساب. شكرا والى اللقاء.